السلام عليكم طلاب، كيف الصحة والأحوال؟ إن شاء الله يا رب تكونون زينين وبخير. بالنسبة للشابتر الخامس اللي هو الاف ام والبي ام، سوينا إلى هذه يعني هذا التوتوريال أمثلة محلولة وبها أمثلة ما محلولة حتى تكون الصورة عندنا أوضح وعلى طريقة شلون تجي عند الأسئلة. قبل ما نبلش بالأمثلة هاي سوينا هنا صفحتين أو 6 صفحات الأمور المهمة والقوانين كمراجعة سريعة. بالنسبة للاف ام قلنا المعادلة مالته هي الاكس سب سي اوف تي، معادلة الموديليتد سيجنال هي اي كوساين اوميجا سي تي زائدا فاي اوف تي. هاي المعادلة العامة اخوان للاف ام وللاي ام، يعني هاي الاشارة بشكل عام. يقول شلون احصل اي ام وشلون احصل اف ام وشلون احصل بي ام. هذا الاي هو الامبليتيود مالت الاشارة، هذا الاي هي فولتية الاشارة، والكوساين شكلها للإشارة، والأوميجا سي التردد، الكارير مالتها، والفاي أوف تي هذا يمثل عندي يعني الإشارة بالأف أم والبي أم، الأم أوف تي يمثل لي ويمثل لنا الفايز بالأي أم. هذا هنا إذا شلون أحصل أي أم، إذا ثبتت التردد هنا الكارير وثبتت الفاي أوف تي ثينات الكونستانت وأغير فقط بالأمبليتيود راح أحصل على أي أم، راح أحصل عليه من على أي أم. اذا ثبتت الامبليتيود وثبتت الفايز الفاي اوف تي راح احصل على منه، راح احصل على اف ام. واذا ثبتت الامبليتيود وثبتت الفريكوانسي وغيرت فقط بالفايز راح احصل على بي ام فايز موديليشن. زين، اشاره الاف ام بعد ما اشتقيناها هاي نفسها عدناها هنا، اشاره الاف ام والبي ام، اشاره البي ام هي اي كوساين اوميجا سي تي زائد ان كي بي ام اوف تي، واشاره الاف ام اي كوساين اوميجا سي زائد ان كي اف تكامل ام اوف لندا دي لندا، وايضا هاي الاشاره اي كوساين اوميجا سي تي زائد ان بيتا ساين اوميجا سي تي اوميجا ام بالعفو. وهذه بالنسبه لاشاره لما تكون بطريقه البازل فانكشن نكتبها اي سميشن جي ان اوف بيتا. اوكي، هذه المركبات مالتها كوس، هاي بدلالة المركبات كوساين اوميجا سي زائد ان اوميجا، وهاي هنا لما نفتح الكوساين نفتح السميشن. زين، قلنا اشارة الاف ام مو مثل اشارة الاي ام بها مركبات اثنين فقط، اشارة الاف ام بها انفينيتي من المركبات، وكل ما زادت عندي البيتا كل ما زادت عدد المركبات مالت اشارة الاف ام. فعندنا هذا هنا الشكل توضيحي للماجنتيود، الماجنتيود مال الإشارة الاف ام والفريكوانسي. هذا هنا يمثل لنا إشارة الكارير اف سب سي، المقدار مالتها المركبة مال الكارير اي جي زيرو اوف بيتا، هذه المركبة جي اوف بيتا اخوان، اتفقنا انه هذه اسم المركبة. المركبة الاولى اي جي 1 اوف بيتا على 2، المركبة الثانية اي جي 2 اوف بيتا على 2. نشوف ما عدا الكارير كل باقي المركبات، شوف هنا عندي جي 1 جي 1 جي 2 جي 2، يعني عندي المركبة مستنسخة نسختين موجودة منها وموجودة منها. اوكي، الباور شلون نحسبها؟ الباور من هاي العلاقات الفوق، الباور افريج، هاي هنا بي افريج او بي توتال اخوان، هذه بي افريج مالت الاف ام او البي توتال. التوتال باور للاف ام هي اي تربيع على 2 ار، الاي هي فولتيه الكارير والار هي المقاومه، اذا منطيني اياها بالسؤال حط قيمتها واذا ما منطيني اياها اعتبرها 1. الباور لكل مركبة، الباور لأي مركبة من المركبات، مو قلنا انفينيتي من المركبات إشارة الاف ام بالسبكترم تكون هاي المركبة الأولى، هاي المركبة الثانية، الثالثة، الرابعة إلى آخره. لأي مركبة الباور تكون بي صب ان، بي مركبة فلانية هي أي تربيع على 2 ار، يعني توتال باور في مربع مقدار هاي المركبة اللي هو جي ان تربيع اوف البيتا. اوكي، يعني على سبيل المثال إذا أريد الباور اللي موجودة بالكارير بي زيرو هي بي افريج، يعني البي توتال جي زيرو تربيع اوف البيتا. زين، اذا اريد الباور اللي موجودة بالمركبة الاولى بي وان هي بي افريج او بي توتال جي وان تربيع اوف البيتا في 2، ما عدا الكارير كل باقي المركبات من احسب الباور اضربها في شنو؟ في 2. هاي شوفها في 2 في 2، ليش؟ منين جايتني؟ قلنا عدا الكارير كل باقي المركبات عبارة عن مركبتين مستنسخة. اوكي، الباور مالت المركبة الثانية هي بي افريج او بي توتال في جي 2 تربيع اوف البيتا في 2 وهكذا. اوكي، الباندوث اخير شيء عندنا، شلون نحسب الباندوث؟ الباندوث يحسب بطريقتين، اما بطريقة استخدام طريقة كارسون رول
اللي هي الباندوث 2 اف ام زائد 2 دلتا اف، وهي تساوي 2 اف ام في 1 زائد دلتا اف على اف ام اللي هي بيتا، او باستخدام هذه العلاقه حسب هو بالسؤال شنو شو يقول لي احسبها بها طريقه. وحسب البيتا تطلع لي شلون؟ حسب البيتا، اذا كانت عندي البيتا هذه العلاقه، يعني هاي المعادله العامه 2 اف ام في 1 زائد بيتا هي هذه علاقه كارسون. هذا شو وقت شلون اطبقها طريقه تطبيقها؟ اذا كانت عندي البيتا جدا قليله، شنو جدا قليله؟ يعني 0.2 واقل، اصغر من 0.2، فاحسب الباندوث بهاي الطريقه، باندوث يساوي 2 اف ام. اوكي ثبتوها هاي اخوان مثل ما ذكرناها بالمحاضرات. اذا كانت البيتا جدا كبيره، شو وقت جدا كبيره؟ اكبر من 25. اذا بيتا اكبر من 25 احسب الباندوث بهاي الطريقه 2 اف ام في بيتا. شوف هنا 2 اف ام فقط، هنا 2 اف ام في بيتا اذا كان الباندوث العفو البيتا اكبر من 25. بعد اذا كان عندي ما بين ال 0.2 وما بين ال 25، اذا كان البيتا ما بين ال 0.2 وما بين ال 25، هنا اذا طبقت هذا الكارسون رول هذا راح يطلع الباندوث بيه مشكله، راح يطلع اكو خطا بالباندوث. فش نستعمل؟ بس نعمل هاي المعادلة اللي تقول الباندوث يساوي لنا 2N، 2 في N في FM، N هي عدد المركبات وال FM هي المسج فريكونسي. شنو عدد المركبات؟ هذا الجدول طبعا الظاهر امامنا هسه راح نستخدمه بالمسائل، هو المختصر او الملخص مال هذه، هاي شرحناها البازل فانكشن المركبات. شلون؟ هذه هنا هذه قيمة الموديليشن اندكس البيتا، تبدأ من صفر وتصعد 0.25.5 وتصعد. هذا هنا جيات، هاي هذه الكارير اللي هي جي 0، هذه جي 1، هذه جي 2، هذه جي 3. كل ما اصعد يعني كل ما البيتا اشوفها كل ما تكثر، كل ما تكبر قيمتها، كل ما المركبات شبيها، كل ما المركبات مالتها اللي هي الان عدد المركبات يبدي يزيد. خلي نروح نشوف مثال، نشوف ناخذ مجموعة امثلة هسه راح نعرف هذا ايش يصير اوضاع عندنا. بعد عندنا الاف ام ريسيفر، مثل ما قلنا احنا بالاي ام الفريكوانسي باند مالت الاي ام هو من كان من 540 الى 1600 كيلو هرتز، بالنسبه للاف ام هو من 88 ميجا الى 108 ميجا هرتز. وكان عندي بالاف ام الاي اف العفو بالاي ام الاي اف انترميديت فريكوانسي كان عندي 455 كيلو، هنا الاي اف ايش قد عندي؟ 10.7 ميجا هرتز. اوكي نفس الشيء هنا بالهيتروداين ريسيفر، الاف لوكال اوسيليتر هو اف كارير زائد ناقص انترميديت فريكوانسي نفس السابقه. اوكي هنا ناخذ الاعلى، الحد الاعلى اللي هو لما نجمع اف كارير زائد اف اي اف، تكون عندي الرينج من 98.7 الى 118.7، وهنا هذا تقريبا نفس الريسيفر. ناخذ اكزامبل واحد، يقول منطيني هاي المعادله، شوف من البدايه قايل لي انجل موديليتد يعني اف ام لو بي ام، ما لي علاقه بالاي ام، حسب طريقه السؤال اخوان ممكن يعطيني معادله ويقول امبليتيود موديليتد، معناها اما اي ام او دبل سايد باند او سنجل سايد باند هذاك الجروب. هذا الجروب من يقول لي انجل موديليتد اعرف هذه محسوبه على هذا الاف ام والبي ام. ايش قد هنا؟ ده يقول لي 10 كوساين 10 اس 8 تي زائد 3 ساين 10 اس 4 تي فولت. احسب الكارير فريكوانسي والموديليتنج فريكوانسي. هذه المعادله تشبه يا معادله اخوان، تشبه هاي المعادله اي كوساين اوميجا سي زائد بيتا زاين اوميجا ام. فبالمقارنه الكارير فريكوانسي اوميجا سي هو 10 اس 8، واطلع من عندها الاف هي هو هاي الاوميجا، الاف هو الاوميجا على 2 باي، هاي مثل ما هنا مسويها طلعت لي 15.9، والموديليتنج فريكوانسي اللي هو هذا اوميجا ام، هذه اوميجا ام. اوكي 10 اس 4 نطلع من عندها الاف ام اللي هي 10 اس 4 على 2 باي، راح تطلع لنا المسج فريكوانسي. بعد الموديليشن اندكس والبيك فريكوانسي ديفيجن، موديليشن اندكس اللي هي بيتا بالمقارنه، بيتا هذه بيتا تساوي لنا 3 بالمقارنه بالمعادله القياسيه. اوكي البيك فريكوانسي ديفيجن اللي هي دلتا اف، انا ايش عندي؟ عندنا الدلتا اف هي بيتا في اف ام، اوكي البيتا هي دلتا اف على اف ام، فبيتا طلعناها 3 واف ام طلعناها 1.59، راح تطلع مباشرة عندنا الدلتا اف. والمطلب الثالث الباور ديسيبيتد ان 100 اوم ريزيستر، الباور الكلية مالت الاي ام اذا كانت المقاومة 100، الباور هي اي تربيع على 2 ار، الاي هاي وانها 10، ف10 تربيع على 2
في ار راح تطلع لنا 10 تربيع 100 على 2% 200 تطلع 0.5 واط بسيط ما بي شيء. مثال اخر يقول when the modulating frequency in a RF system is 400 هرتز هذه المسج فريكوانسي والمودوليتنج فولتج هذه يعني المسج فولتج والمودوليشن اندكس البيتا يساوي لنا 60. يقول اريد الماكسيمم ديفيجن اللي هي الدلتا اف. الماكسيمم ديفيجن منين احسبها؟ هي بيتا في اف ام. بيتا 60 في اف ام 400 هاي راح تطلع لي هنا 60 في 400 تطلع عندي 24 كيلو هرتز. بعد يريد المودوليشن اندكس when the modulating frequency is reduced to 250 هرتز والمودوليتنج فولتج رايز تو 3.2. شو يريد هنا؟ يريد البيتا. يريد البيتا ايش قص صارت المودوليشن اندكس اذا التردد مال المسج من 400 صار ايش قد؟ صار 250 نزل، والفولتيه من 2.4 صعدت الى 3.2. هاي شلون احسبها؟ هذه لازم ارجع يعني احسب الكي اف اللي هو ثابت الاف ام اللي هو بعد ما يتغير هو دلتا اف 1 على في ام 1 أربعة من المطالب مال يعني الفرع الأول راح يطلع عندي 10 أس 4 من طلع عندي الكي اف مباشرة نحسب البيتا الثانية اللي هي دلتا اف 2 على اف ام 2 زين الكي اف ثابت 10 أس 4 الفي ام 2 الفي مسج الجديدة اللي هي 3.2 والاف ام 2 هو المسج فريكونسي الجديد 250 راح تطلع عندي البيتا تساوي 128. أوكي سؤال ثالث اف ام جنريتر برودوس سنجل مودوليتد سيجنال فاي سب ام اوف فاي اف ام العفو ترى الاشاره هي 40 كوساين اوميجا سي تي زائد بيتا ساين اوميجا ام. يقول هذه الاشاره ماجنيتيود سبكترم، الماجنيتيود سبكترم مالتها مثل ما هذا موضح لي هنا. اوكي احسب المسج فريكوانسي والمودوليشن اندكس بيتا. اوكي بعد يريد المودوليت اذا المودوليتنج امبليتيود في ام يساوي 4 احسب الفريكوانسي ديفيجن كونستانت اللي هو الكي اف. نجي هنا منا مبين المسج فريكوانسي ايش قد والكارير الكارير فريكوانسي منا ايش قد مبين منطقيا هذا هو هذا الكارير اعلى وحده بهن تكون اللي هي تكون السنتر مالتن فهو 1000 كيلو هرتز هذا التردد بالكيلو هرتز فالكارير فريكوانسي منا مباشره هي 1000 كيلو هرتز اللي بصفها اف كارير زائد اف مسج فمبينة ألف ألف وواحد يعني شقد راح يطلع قيمة المسج فريكوانسي 1 كيلو هرتز. أوكي هذه المسج فريكوانسي 1 كيلو هرتز. أوكي بعد إيش مطلوب من عندي؟ مطلوب من عندي يقول ها الموديليشن اندكس اللي هي البيتا. البيتا شو راح أحسبها؟ شوف هاي القيمة بالمخطط الأول اللي أول ما شفناها شو تعادل لي هاي الـ 15.4 هي A J 0 of beta على 2 هذه A J 1 of beta على 2 هذه A J 2 of beta على 2 A J 3 of beta على 2 وهكذا. فنأخذ أول وحدة A J 0 of beta على 2 تساوي قد قيمتها 15.4 منها من الرسم. إخوان انتبهوا هذا المثال مهم زين طرفاً في وسطين الأي معلومة قيمتها من المعادلة هذه الأي قيمتها بالمعادلة معلومة اللي هي 40 من أجي أعوضها راح يطلع عندي قيمة الجي زيرو أوف بيتا تساوي 0.77. أوكي أجي على اللي بعدها أي جي وان أوف بيتا تساوي 8.8 من الرسم بنا هاي وانها 8.8 هي أي جي وان أوف بيتا على 2 الأي معلومة فأطلع جي وان أوف بيتا تساوي 0.44 زين اذا اريد امشي على الباقيات فجي 2 اوف بيتا تطلع 0.11 وجي 3 اوف بيتا هي 0.02 راح اجي اشوف هذني جي 0 اوف بيتا تساوي 0.77 اروح للجدول مالتي اجي هنا للجدول مالتي جي 0 اوف بيتا تساوي 0.77 ممكن تكون هنا هذه اللي هي بالبيتا تساوي 1 خلي اشوف بعد قيمة حتى اتيقن جي 1 اوف بيتا 0.44 ارجع للجدول هذه جي 1 هاي قيمتها جي 1 الجي 1 ايش قد قيمتها 0.44 اذا جي 0.77 جي 1.44 اوكي تمام اذا البيتا من الجدول ايش قد مقدارها مقدارها 1 اخوان رجاء هذا هنا الحق للبيتا وهذا جي 0 جي 1 جي 2 جي 3 وهكذا اذا من هاي القيم اللي طلعناها تطلع قيمه البيتا تساوي عندي 1 اللي هي الموديليشن اندكس
زين فطلعنا البي اتش تساوي 1. هسه يقول اذا كانت الموديليتنج سيجنال امبليتيود اذا فولتيت المسج 4 فولت احسب لي الفريكوانسي ديفيجن كونستانت اللي هو الكي اف. الكي اف هو دلتا اف على في ام. اوكي الكي اف دلتا اف على في ام. الدلتا اف هي بيتا اف ام بيتا 1 اف ام 1 كيلو والفي ام هو منطيني اياها 4 راح يطلع عندي الكي اف 250 هرتز بير فولت. ما بيها شيء بسيطه. المثال الرابع يقول اف ام سيجنال هاز البيتا مالتها 2 والاي تساوي 20 فولت. البيتا تساوي 2 والكارير فولتج هي 20 فولت. بروف ذات يقول اثبت لي انه البي افريج او البي توتال. هذه بي افريج او بي توتال هي بي 0 زائد بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 زائد بي 4. زين احنا بهيج نوع من الاسئله الباورات البي توتال الكليه لازم اجي احسبها، يعني طرفين نحسب الطرف الايسر والطرف الايمن. احسب البي الكليه ايش قد تطلع قيمتها، هي اي تربيع على 2 ار. الاي منطيني اياها 20 هو ف 20 تربيع على 2 في المقاومه ما ذاكرها كتبناها 1 راح تطلع عندي 200 واط. هاي شنو هذه البي توتال. نجي نحسب البي 0. البي 0 هي البي توتال بي افريج في جي 0 تربيع اوف البيتا. جي 0 تربيع اوف البيتا منين اجيبها؟ انا البيتا ايش قد قيمتها؟ قيمتها 2. اروح للجدول اجي لهنا وين هالبيتا تساوي 2. هذه بيتا تساوي 2. ايش اريد؟ اريد جي 0 تربيع اوف اريد جي 0. هاي جي 0 قيمتها 0.22. ارجع للسؤال مالتي لهنا فقلنا البي 0 بي افريج جي 0 تربيع جي 0 قيمتها 0.22 تربيع. اخوان هاي جدا مهمه رجاء. في 200 التوتال باور اللي حسبناها من هنا تطلع من عند البي 0 9.68. زين اللي بعدها بي 1. بي 1 هي شنو؟ بي افريج او بي توتال في جي 1 تربيع اوف البيتا في 2. جي 1 اوف بيتا ايش قد قيمتها؟ اروح انا البيتا محددها 2 جي 1 هاي ال 1 جي 1 اوف بيتا قيمتها ايش قد؟ 0.58. اجي لهنا 0.58 هاي هنا 0.58 تربيع راح احسبها البي 1 وهكذا احسب البي 2 واحسب البي 3 طلعت هاي قيمهن من اجي اجمعهم كلهم بي 0 زائد بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 بي 4 راح يطلع عندي ايش قد؟ 200 واط الباور الكليه. زين هذا الجدول اخوانا نعطيكم اياه بالامتحان، هذا اعطيكم اياه بالامتحان حتى ما تدخون بيه مباشره تاخذون قيم من عنده. اكزامبل 5 يقول 10 ميجا هرتز كارير. 10 ميجا هرتز كارير از فريكوانسي موديليتد باي اسينوسويدال سيجنال. 10 ميجا هرتز هاي تردد الكارير. البيك فريكوانسي ديفيجن الدلتا اف تساوي 50 كيلو هرتز. زين احسب الابروكسيميت باندوث للاف ام. احسب الباندوث مال الاف ام اذا كان التردد 500 كيلو ومره 500 هرتز ومره اذا كان عندي 10 كيلو. اجي حتى احسب الباندوث لازم اطلع البيتا، فالبيتا دلتا اف يعني لكل مرحله راح اطلع بيتا شكل. البيتا الاوليه دلتا اف على اف ام ف 50 الدلتا اف منطيني اياها 50 كيلو على 500 كيلو يطلع عندي 0.1 الدلتا العفو البيتا. فاني على ضوء البيتا راح احدد يا قانون استعمل لايجاد الباندوث. اذا كانت عندي البيتا تساوي اقل من 0.2 اقل من 0.2 فقلنا نستخدم هذا القانون باندوث يساوي 2 اف ام. مباشره اعوضها الاف ام 500 كيلو في 2 1 ميجا هرتز. المطلب الثاني اوجد الباندوث اذا البيتا تساوي 500. ايضا اعيد حساب البيتا دلتا اف على اف ام دلتا اف 50000 منطينها بالسول على 500 يطلع عندي 100 العفو. اذا طلعت عندي 100 اللي هي اكبر من 25 فالباندوث هو 2 اف ام في البيتا مباشره اللي هي ايش قد اكبر من 25 2 اف ام في البيتا راح اعوضها يطلع عندي الباندوث 100 كيلو هرتز. المطلب الثالث اذا كان عندي 10 كيلو هرتز من اجي اطبق ال 10 كيلو هرتز لايجاد البيتا راح يطلع عندي ايش قد؟ 5. الخمسة هي وين؟ بين البوينت 2 بوينت ال 25. قلنا نطبق هذا القانون اللي هو 2 اف ام في ان يعني 2 في عدد ال المركبات في تردد المسج. زين الاف ام نعرفه 10 كيلو، الان شلون نطلعه؟ الان نروح لجدول عدد المركبات. البيتا مو 2 هي البيتا تساوي لنا ايش قد هنا؟ العفو ايش قد طلعت البيتا؟ البيتا طلعت 5. اوكي فبالبيتا تساوي 5 ايش كم مركبه عندي؟ اجي لهنا هذه
هاي البيتا تساوي 5، احسب عدد المركبات ما عدا الكارير ما تدخل بالحساب. هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مركبات عندي ما عدا الكارير ما لي علاقة بيها. فثمان مركبات في 2 × 8 × 10 يطلع عندي 160 كيلو هرتز. شوف إذا طبقت القانون الأول اللي هو الكارسون رول، 2 FM في 1 زائد بيتا راح يطلع عندي الباندوث 120 كيلو هرتز. شوف الفرق هنا جيد 160 كيلو أكو 40 كيلو هرتز، فهذا قانون كارسون بهيج حالات يكون مو مضبوط 100%. لازم أمشي على البيتا، أمشي على البيتا أشوف أشقد قيمتها وأطبق القانون مال إيجاد الباندوث على ضوءها. زين، يعني تقريبا أغلب الأمثلة متشابهة، أغلب الأمثلة تكون متشابهة. مثال 6 يقول سينجلتون اف ام سيجنال البيك فريكوينسي ديفيجن مالتها الدلتا اف 5 كيلو، والكي اف هاي منطيني قيمتها، الموديليتنج فريكوينسي الاف ام اعتبرها 1 كيلو والكارير 100 كيلو. زين، اوجد البيك اند ار ام اس فاليو اوف الموديليتنج سيجنال فولتج، يريد فولتيه المسج ايش قد قيمتها، ويريد الموديليشن اندكس الباندويث وعدد السايد باند اوكي اللي هن عدد الان. زين، نجي اول شيء نحسب المسج فولتج اللي هي الفي ام. زين، الان عندي الدلتا اف هي كي اف في الفي ام، فالفي ام هي دلتا اف على كي اف. دلتا اف منطينياها بالسؤال 5000 اللي هي 5 كيلو، والكي اف منطينياها تطلع عندي 0.5 هاي فولتيه المسج اللي هي البيك. يريد الار ام اس مالتها بس اقسمها على 2، ما اخذيها بالاول انه الار ام اس هي الفي ماكسيمم على جذر 2 راح تطلع عندي مباشرة. المطلب الثاني البيتا، البيتا هي دلتا اف على اف ام، فالدلتا اف والاف ام اثنين المعلومات راح يطلع عندي 5 مباشرة. يقول احسب الباندوث، اوكي الباندوث هو 2 FM في 1 زائد بيتا، هنا ما محددني يعني ما قايل لي بها طريقة، فمباشرة 2 × 1 زائد 5 يطلع عندي 12 كيلو هرتز. 12 كيلو هرتز. زين، المطلب الرابع يقول how many side band terms are present in the frequency spectrum and what's the separation. يقول عدد السايد باندات ايش قد هنا لازم نطلع اللي هي عدد السايد باند. الباندوث هو 2N في الاف ام، اوكي هذا الادارات من عند العدد السايد باند ايش قد استخدم له هذا القانون 2N في الاف ام، فالان تساوي باندوث على 2 FM، هذه باندوث على 2 FM، فالباندوث معلوم عندي 12 على المسج فريكونسي معلوم عندي 1 × 2 × 1 × 2 راح يطلع عندي 6، والمسافات ما بين 1 و1 هي 1 كيلو هرتز وتردد المسج. هذا هنا عندي سؤال شوية يعني شوية مهم بشوية بي يعني شوية بفد فرة. يقول FM transmitter is modulated with single، هذه يقول الاوتبوت فور نو موديليشن هو 100 واط. اخوان من يقول لي الاوتبوت فور نو موديليشن الباور هذه ينطيني اياها 100 واط، هاي ايش تعتبر فور نو موديليشن؟ تعتبر التوتال باور، هذه بي توتال او بي افرج اللي سميناها قبل شويه. هاي ملاحظه مهمه، اوتبوت فور نو موديليشن يعني هذه التوتال باور. انتو 50 اوم ريزيستيف لود، الحمل مالته 50 اوم، اذا الباور بروفايدد، شوف ناش يرجع يقول، يقول اذا الباور المجهزه للفيرست سايد باند صارت صفر، اوكي احسب الباور مالت الفير سايد باند صارت صفر، احسب الكارير باور والاول سايد باند باور والافرج باور ان سكند اوردر سايد باند. اول شيء هو اريد الكارير باور، احنا شو نسوي؟ مفتاح الحل هذا عندي انه الفير سايد باند باور صارت صفر، يعني البي 1 فيرست بي 1 صارت صفر، معناها انه جي 1 اوف البيتا تربيع صارت عندي صفر، يعني جي 1 صارت صفر. الجي 1 وين تصير صفر؟ خلي نروح نشوفها. الجي 1 بيا مكان تصير بي صفر، اذا اجينا لهنا نشوف الجي 1 هنا ايش قد قيمتها، ما ممكن تكون صفر هنا 0.52 بوينت. شوف ما بين ال ما بين الثلاثة والأربعة نشوف انه من المخطط انه البيتا هنا صارت عندي 3.8. خليني اجي هنا للمخطط خلي تطلع عندي اوضح. الجي 1 هذه هي الجي 1 يقول صارت عندي صفر، فهو بيا مكان صفرت عندي الجي 1 هذه هنا من اجي صفرت عندي بهاي النقطة هنا،
زين هذه هي جي 1 هذه اللي مرسومه اوكي. فبيا نقطه تقريبا هذه من اجي اسقطها لهنا تطلع عندي تقريبا 3.8 اوكي اخوان تطلع عندي 3.8 يعني اذا انا احتاج هذه مو فقط هذيك ذاك الجدول هذه ايضا احتاجها فاشوف الجي 1 وين صارت وين نام صفرت من اجي اسقطها بهاي النقطه تطلع عندي تقريبا 3.8 هذه هي 3.8 راح اقول هاي البيتا تساوي 3.8 زين. فخلص اذا عرفت البيتا ايش قد قيمتها فراح احسب الكارير باور اللي هي اي تربيع على 2 في جي 0 تربيع اوف بيتا جي 0 اوف بيتا اوف 3.8 في البي توتال تطلع عندي 16 واط زين. الباور اللي بالسايد باند هي البي توتال ناقصا بي كارير هاي هنا مثل ما واضحه عندنا فهي 100 ناقصا 16 حسبناها تطلع 84. بعد يريد الباور اللي بالسكند اوردر سايد باند الباور اللي موجوده بالسايد باند الثاني بي 2 هي 2 في نصف اي تربيع على يعني اي تربيع على 2 في جي 2 تربيع اوف البيتا اوكي. ف 2 في 100 التوتال باور هي هذه هذا المقطع اخوان ده نكتبه هيك هو هذا شيء يمثل لي هذا التوتال باور اللي هي 100 في جي 2 تربيع اوف البيتا 3.8 جي 2 تربيع اوف 3.8 يطلع عندي 34 واط زين. بقى عندنا بعد ايش كم مثال يعني نفس هذا نفسي تحلينا هذا اخوان هذا نفس اللي قبله محلول ما بي شيء نفس المعطيات نفس المطالب هذا المثال بسيط ما بي شيء هذا ايضا ما بي شيء هذا ده يحكي على اللوكال اوسيليتر نفس مثال الاف ام انه اللوكال اوسيليتر هو اف كارير زائد انترميديت فريكوانسي يقول لي اذا 89 واذا عندي 101 فقط انه اجمعها ويا الاي اف اللي هو 10.7 واشوف ايش قد يطلع لي اوكي. هاي عندنا هنا بقت اكو مجموعة من الهوم وركات هذا نفس النمط مالت الحال حلوهن وحاولوا بيهن واذا عندكم في السؤال لو شيء انا حاضر. شكرا جزيلا.